على هامش زيارتها لدولة الكويت، قامت السفيرة الأمريكية المتجولة لرصد ومكافحة الإتجار بالبشر سيندي داير وبزيارة متحف قصر السلامة. وقد أبدت السفيرة إعجابها بالمتحف وتضمنه وما تتضمنه أيضا من جوانب مهمة تحكي تاريخ وحضارة الكويت. لقد حظيت بفرصة رائعة لزيارة قصر السلام، وكل ما يمكنني قوله هو واو. لقد تم ترميمه بدقة متناهية، وأعتقد أنه يعد شهادة حقيقية على صمود الكويتيين. إنه جميل وتعليمي بشكل عميق في آن واحد، وقد كانت فرصة مذهلة. شكرا جزيلا.